سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد في القناة ديال AVL، ومعكم طارق. في هذا المونتاج، هذا فيديو اللي درت لكم اليوم باش نوصف لكم واحد العقار اللي لقيت وقليل بزاف فاش كنطيح في بحار. هذه مناسبة للإنسان اللي باغي يستثمر، ولا الإنسان اللي باغي شي مشروع اللي يكون جاهز، ما يقادتو ما يصابو، مشروع اللي هو مازال جديد ما مضاتش عليه تقريبا واحد، نقدروا نقولوا واحد 8 شهور ولا 6 شهور باش تصاوب هذا المشروع هذا، وكيتواجد في القلب النابض للمدينه وبثمن جد مناسب. ممكن يكون الكرا وممكن يكون البيع. ولكن قبل ما غادي ندوز باش غادي نوصف، ما كنبغي ننسى حتى شي واحد بالشكر. كنقول لكم شكرا بزاف كاملين، الناس اللي كيشاهدوني بدون استثناء من جميع انحاء المغرب، بجميع المدن المغربيه، وكذلك الناس كنخص بالذكر كذلك الناس اللي كيشاهدوني من خارج اراضي الوطن. كنقول لكم طارق تيشكركم من القلب على التحفيزات ديالكم، وعلى كذلك على لي كومونتير ديالكم. اجيو دابا ندوزو نهضروا على هذا العقار. هذا العقار ديال اليوم هو عباره عن صالون ديال الحلاقه للنساء، صالون دو كوافور. هذا الصالون هذا دو كوافور كما كتشوفوا معايا دابا في الفيديو وكما تبعيني، انه صالون دو كوافور مؤتت من جميع الاجهزه اللي كيحتاج الانسان. حاجه اخرى اللي لاحظت انه كيتواجد في واحد الموقع اللي جد ممتاز بوسط المدينه. هنا كنهضر معكم من مدينه مكناس، وسط المدينه كنعني حمريه. جي الى شارع كبير، هذا كان محل تجاري قاموا بعمله بالاصلاح ديالو، اللي فيه مساحه في الارض ديالو ولا في السفلي في الريتشوسي، بحيث هو فيه السفلي والفوقي، فيه تقريبا 50 متر مربع لتحت او 56 الى بقيت عاقل، وبالنسبه للفوق في الميزانين مصايبينها ب 30 متر. هذا المحل كما قلت في الاول طارحين ماليه للبيع، كاينين جوج ديال الحالات، اللي بغى يشريه بالاتات ديالو والتجهيزات ديالو راه ممكن ياخذو، دايرينو بثمن ديال 15000 درهم من المتر. قبل ما غادي ندخلوا في الحيتيات ديال الثمن واش قبل النقاش واش هادي واش، كنقترح عليكم الناس سورتو الناس اللي مهتمين بالموضوع انهم يجيو يشوفوه. هذه هي الحاله الاولى. والحاله الثانيه هي ان هذا المحل التجاري راه محطوط كذلك للكرا للكراء، اللي بغى مثلا يكريه ويخدم فيه ويروجو، راه نقدر نقول لكم سيون بون افير، واحد الميزه اللي هي زوينه. علاه؟ لان الاجهزه اللي شفت فيه كلها جديده. البلاصه والموقع فين كاين؟ موقع مروج، فيه الحركه على بالليل وبالنهار، وراكم كتعرفوا حمريه ولا وسط المدينه ديال مكناس هو القلب النابض للمدينه، راه كتكون الامور مروجه فيه. دايرين ليه السده ديالو، دايرين ليه الميزانين، في حمام ودوش لتحت وحمام ودوش الفوق، وجميع الاجهزه اللي كتعلق بلا كوافور كاينه. اذا بالنسبه للشيء حتى هو اللي مهم ونسيت ما ذكرتوش، هو بالنسبه للثمن، الثمن ديال هذا المحل بالنسبه للكرا هو 7500 درهم. 7500 درهم غادي تدخل وتبدا الخدمه ديالك من غدا في الصباح، ما غادي تجهز، ما غادي تجيب ماتيريال، غادي تجي توكل على الله وتبدا الخدمه. وممكن يكون هناك شيئا ما من النقاش على هذا الثمن هذا ان شاء الله. يكفي كنعاودها، يكفي ان الانسان يجي ويشوف المحل، يشوف الموقع، يمشي معايا نوريه الموقع، نوريه كل شيء، نشرح ليه، وما يكون غير الخير ان شاء الله الكريم الرحيم. هانتوما كتشوفوا في كل شيء التجهيزات ديالو، كل حاجه محطوطه في بلاصه، وحتى لا فينيسيون ديالو ما تشطروش مالك. اعزائي المشاهدين، كان معكم طارق، كنقول لكم ما تنساونيش بالضغط على زر ديال الاعجاب والاشتراك. الى اللقاء في عرض مقبل ان شاء الله، وتانتوما الا كان عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه فانا راه الخدمه ديالكم. مع السلامه.